هاي جايز، كيف حالكم؟ طبعا اليوم دخلت روبلوكس، اوكي، وطلعلي كذا وحاولت اني اغير شخصيتي، ما اقدر حتى اني ما يظهر لي اي شيء، يظهر لي الملابس صراحة، يعني ما يظهر لي انه فيني اغير او شيء. قالوا انكم تواجهوا مشكلة، ففريقنا قاعدين يصلحوا هذا المشكلة، ف يعني تحديث، اتوقع انه في تحديث، بس هذا التحديث فينا نلعب بس ما فينا نغير، يعني كل شخصياتنا راح تصير شكل نوب، ففي تحديث ان شاء الله، بس ما يكون تحديث زي اول، يعني انا ما ادري اذا هو حيطول او لا، بس ان شاء الله ما يطول زي اول، يعني يصلحوه اليوم او بكرة ان شاء الله. فخلينا نجرب ندخل مثلا ما بالبيوت ونشوف كيف اذا شغال او لا. شوفوا كل الشخصيات صارت نوب، حد مهتم؟ مدري اذا الكل صار لهم هذا الشيء او بس انا لا. اي شخصيتي مبينة، لكن ما البيو شغالة. مثلا خليني اشوف، ما شغال. دقيقة، مثلا اغير ملابس، ما اقدر اتغير ملابس. شوفوا يا جماعة، ما اقدر اغير ملابس، يعني المشكلة مو بس هذه، يعني ما فيك تلعبي كمان. خلينا نغير ماب ونجرب ماب ثاني، مثلا تاور اوف هيل. وي شوفوا كلهم نفس الشيء، من جد كلهم نفس الشخصية، شخصيتنا. تخيلوا بس التحديث الجديد يكون كل الشخصيات على شكل نوب. تخيلوا انه كل الشخصيات راح تكون على شكل نوب، يعني راح يحطون هذا الشيء دايم، بس ان شاء الله لا، ان شاء الله التحديث كمان ما يطول مثل قبل الاول. يمكن قعدنا اسبوعين بدون روبلوكس، فاتمنى هذا المره ما يصير زي كذا. بعدين وش يكون عندنا محتوى؟ فبس انتم لا تخافوا، حساباتكم ما صار لها شيء، وانتبهوا ما تدخلون اي مود، او اذا تستخدمون مود زي كذا لا تدخلونها. انا يمكن ما راح ادخل اصلا روبلوكس لانه خايف يمكن يصير شبه حسابي، ف ما تغيروا الايميلات او تغيروا اي شيء في حسابكم لين ما يرجع روبلوكس مثل قبل، اوكي؟ وكمان في تويتر ما نزلوا اي شيء، بس نزلوا في روبلوكس، فاذا نزلوا اي شيء راح اقول لكم، يعني راح انزل لكم اول باول، اوكي؟ فبس يعني حبيت اني اشارككم هذا الشيء، ولا تخافوا على حساباتكم مثل ما قلت لكم، ولا تسوون اي شيء غلط عشان ما يصير شيء بحساباتكم، وبس باي. Yay! 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 Y